السلام عليكم حلواتي الغالات لاباس عليكم كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله نختار عليكم كاب كيك بالطون والزيتون مشرمل تيجي رائع جدا مكوناته بسيطه في المكونات نحتاج على بركة الله علبه من التونه من الاحسن تكون مصفاة من الزيت تقريبا 140 غرام الوزن ديالها نحتاج العشرة سنتيلتر من الحليب السائل 100 غرام من دقيق الابيض او الفورس مع ساشي من الخميره الكيماويه موطاغد كي اختياري نحتاج الجبنه مبشوره 100 غرام الزيت 10 سنتيلتر بالنسبه اللي استعملت 5 سنتيلتر زيت زيتون و5 سنتيلتر زيت عادي ثم نحتاج لثلاث بيضات والقليل من المعدنوس والقزبر مقطعين والثوم محكوك والزيتون مشرمل من منزوع النواة طريقه بسيطه جدا نقتصل هذه او اي اناء نضع البيض نضيف له الزيت الثوم المحكوك مع المعدنوس والقزبر ملعقه صغيره من المطرد علبه من التونه بالنسبه لي استعملت لي بالزيت يمكن لكم تستعملوا بالماء تكون صحيه اكثر نضيف الجبنه المبشوره بالنسبه لي استعملت الايمونطال يمكن لكم تستعملوا او اي جبنه مبشوره حبيتو ثم نضيف الزيتون الاخضر المشرمل اللي منزوع النواه ومقطع دوائر تقريبا زوج المعالقات والسيده تضيف على حسب ذوقها بعد ذلك تنضيفوا المواد الجافه نضيف الدقيق الابيض او الفورس ومن الاحسن يكون مغربل مع الخميره الكيماويه بالنسبه لي استعملت خميره وحده الناس اللي في المغرب من الاحسن يستعملوا زوج خماير لان سنعرف الخميره في اوروبا تكون مجهده على اللي تتبع في المغرب من بعد ذلك نضيف الحليب ونعيد الخلط نحتاج القوالب ديال الكاب كيك غادي نوضعوا فيها الخليط ديالنا هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تندمجوا جميع المكونات تنعمرو تقريبا ثلاثه ارباع لانه أبخي غادي ينتفخ لانه فيه البيض وفيه الخمانه سنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمروا الليمون اللي عندنا كاملين ديال الكاب كيك وتندخلوه الفرن على 180 درجه وتنخليوه حتى كينضج وهذا هو الشكل ديالو تيجي محمر وبنين بزاف البنات تيجي رائع جدا كنتمنى تجربوه اللي عندها اي سؤال مرحبا كنشكركم لمتابعتي للاخر